يا دكتور ما بقاش دلوقتي، يعني بقى ناس بقى جينيا ما عندهمش اي مشكله، او وراثيا ما عندهمش اي مشكله، وتلاقي ما هو برضو احنا هنقول ان سبحان في الله. نوع، يعني في حاجتين، في جزء وراثي ده لا نستطيع ان نغفله خالص يعني، وفي جزء بقى من العوامل البيئيه، من سوء التغذيه، من الـ الحاجات طبعا، العادات السيئه في التغذيه، كل الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن طبعا تؤدي زي هو الى ربنا سبحانه وتعالى، انه في ناس بتولد بيه، يعني في اطفال بتولد بيه. بصي هو السن طبعا مهم، بس في يعني في كلام، يعني مثلا في لما اللحوم اقول ان طفل المحفوظة بيتولد بيه، في بعض الحالات لما بيكون سن الطفل صغير جدا ويتولد بيه، ده ممكن تبقى حاجات، انا عايز اقول حاجه، ان هو تصنيفه كانسر بس ده يميل انه يبقى حميد مثلا. وفي امراض، يعني في مرض منتشر جدا في الاطفال مثلا، اللي هو يعني حاجه، يعني اللي هو الورم بيطلع من الغده الجارة الكظريه، او من الغده الكظريه اللي فوق الكلى، ده لو الطفل اتولد بيه في سن صغير، ده من الحاجات اللي يعني السن نفسه الصغير ده حاجه كويسه جدا، وممكن معدل الشفاء فيها يوصل لحاجه و90%، مع انه مولود بيه، يعني مولود مثلا عنده 3 4 شهور 5 شهور، اقل من سنه، لو موجود مثلا بعد 5 سنين، لا ده ممكن يقلل معدل الشفاء، فده بيبقى عكس المنطق شويه، او عكس في حاجات تانية بتبقى يعني معدل الشفاء بتتشال مثلا جراحه، ومعدل الشفاء عدى 90%، فمش معنى ان هو كانسر ان هو، وعشان كده بقول الحكمه في الامور بس مش قلت اكتر. لي عادات غذائية خاطئة، عادات غذائيه كتير، يعني كتير جدا بقى، المفروض طبعا الصح ان احنا اللحوم يعني المصنعة بالظبط كده، اللحوم المصنعه اللي هي اللانشون بالظبط الباسترما كده، السوسيس. والسكريات، والحاجات الفاست فودز بقى، والحاجات المقليه طبعا، في الحاجات طبعا دي الحاجات اللي فيها الدهون الغير مشبعه دي، طبعا كلها من الحاجات العادات السيئه، ودايما احنا بنشجع الثقافه بتاعت، احنا حتى يعني دايما كده بنمشي متوازي مع بعضيه، وانس ان انا شخصت عيان يعني خط موازي لا يقل اهميه عنه العادات الغذائية. التغذيه، فالتغذيه بتنفع كوقايه، وبتنفع في وقت العلاج نفسه، ان انا لو انا قبل يعني الفواكه، الخضروات الطبيعيه، الحاجات الناتشورال دي كلها، والحاجات الطبيعيه دي فيها كميه فيتامينز، وكميه معادن، وكميه مضادات اكسده، دي بتحمي اصلا من السرطان. الحاجات بقى اللي هي الفاست فودز بقى، والمشروبات الغازيه، والحاجات دي كلها طبعا من الحاجات اللي هي بتزود الريسك طبعا، دكتور محدش يقدر اللي عنده حاجة كده في البيت حياته بتبقى بتنهار، يعني هو نفسيا كأب وأم حياتهم بتنهار من حواليهم، وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، وخايفين طبعا على ابنهم وكل ده. ازاي ما ينقلوش الحالة النفسية السيئة دي للولد، وأهمية الحالة النفسية للطفل في هذه المرحلة، وازاي يدعموه نفسيا، وكمان يعني هم نفسهم ازاي يقووا نفسهم، يعني دي بصي والله مع ان طبعا حضرتك مريت طبعا بحالات طبعا كتير. طبعا هو الاطفال بالذات غير الكبار شويه، يعني الاطفال بينقسموا لشقين، في اطفال صغيره في السن جدا هو ما يقدرش يستوعب اصلا اللي هو فيه هو مش فاهم يعني ايه بالظبط المرض. كده، وفي اطفال بتبقى اللي هم بيسموهم اللي هم يعني ال 14 15 سنه 16 احنا سنه، هنا بنتكلم سن الاطفال من كام لكام؟ من 0 ل 18 سنه تقريبا، ده بنعتبره يعني من بيعتد كام؟ بيه لحد 12 او 18 سنه، في ناس بتقول لحد 12، ممكن لحد 18 سنه، ده بنعتبره تبع الاطفال يعني اللي هم اليونج ادلتس يعني، او اللي هم البالغين الصغار يعني. بص السن الصغير قوي بيبقى طبعا المسؤول الاكبر على الام وعلى الاب، وزي ما بقول لحضرتك في خط موازي من التغذيه، في خط موازي من طقم العلاج النفسي والتاهيل النفسي، وانه يبقى عارف مخاطر الحاجات. طبعا حياه الناس بتتغير شويه، ما حدش ينكر يعني، في ناس بتتقبل جدا جدا، وبتبقى دي حاجه داعمه للطفل جدا جدا، وطبعا بيبقى الطقم الطبي اللي موجود بيحاول ان هو يعني يدعم الامور. وفي ناس بتبقى طبعا بتقابل في الاول شويه مشاكل، بس يعني بتبقى الحته النفسيه او العامل النفسي في الموضوع مهم جدا برضه. هنرجع نقول ان احنا في خط موازي مع اطباء الاورام، وفي خط موازي من ناحيه التغذيه، وفي خط موازي من الطب النفسي، ده لازم يكون بيساعد الاهل بقى على التاهيل، بيساعدهم على التعاون مع الطوارئ، بيساعدهم على التعاون مع الامور، لانه بيبقى عنده قناعه شخصيه ان شاء الله الامور في يوم من الايام ان شاء الله تبقى كويسه باذن الله.